إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مسجد جمعة المعضاب ووالديه جزاهم الله خيرا. بني هذا السرح المبارك في مدينة ديرة غازي خان بباكستان الحمد لله وتوفيقه، وقد تم افتتاحه، حيث يعتبر هذا الجامع من أهم المراكز الإسلامية في مدينة ديرة غازي خان. يقع هذا الجامع على مساحة إجمالية تقدر 185 متر مربع. يسع هذا الجامع 150 مصليا تقام فيه صلوات المفروضة وصلاة الجمعة وكذلك الدروس الدينية. وكذلك يحتوي هذا المسجد على بئر ومضاد ودورات المياه، وقد جاء بناء هذا المسجد في وقت كانت المنطقة بأمس الحاجة إليه لنشر الدين الصحيح ونبذ الشرك والبدع والخرافات. ويستفيد من هذا المشروع المبارك 50 بيوت في هذه المنطقة والقرى المجاورة لها. نسأل الله تعالى أن يتقبل ممن كان سببا في بناء هذا المشروع المبارك، وأن يجزيهم خيرا، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يجازيهم ببيت في الجنة، وأن يخلف عليهم خيرا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.